بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنكمل طبعا شابتر 10، وبدأنا مع بعض المولوكولار هايبريدايزيشن او المولوكولار جيومتري اند هايبريدايزيشن، ونشوف النوع اللي بعد كده اللي هو الاي بي 4. الاي بي 4 زي ما احنا خدنا وعرفنا ان الاي هي السنترال اتوم، وعرفنا ان البي هي ايه الاتومز اللي بتحيط بالسنترال اتوم ودول عددهم. طب تعال نشوف النوع الرابع عندي. النوع الرابع اللي هو الاي بي 4 بيبقى الشكل عامل كده، بحيث ادي السنترال اتوم وده ادا 1 2 3 4، الانجل ما بينهم بتبقى كام؟ 109.5. طيب تعالوا نشوف اكزامبل عندي. النوع طبعا ده بيسموه ايه؟ تتراهيدرال. يبقى النوع عندي اللي هو ايه؟ ال 109 او اللي هو الاي بي 4 يسموه تتراهيدرال عشان لو سالنا على السؤال. طب تعالوا ناخد اكزامبل. ده السنترال اتوم وده ال اتش 1 2 وده 3 4، يبقى سي اتش 4 ادي الرسمه اللي موجوده عندي. طيب احنا هناخد اكزامبلز عشان كمان ناكد المعلومه. العمليه بقت سهله اعتقد دلوقتي، وانتم عارفين تقدروا توصلوا للتيبل ازاي، وعرفتوا مفتاح التيبل وبقى العمليه سهله بالنسبه لكم. طب تعالى ناخد هنا. لو جاب لي اكزامبل وقال لي ان السي اتش 4 اللي احنا كنا قلنا من شويه عايز يطلع الهايبريدايزيشن، عايز يطلع البولاريتي، عايز يطلع الجيومتري، الشيب، ده ما انا عايز. اول حاجه بنعملها ايه؟ ايوه صح، العملية بقت سهلة. نطلع الويس ستراكشر، تعال نرسمه. أول حاجة عشان نطلعه نعمل إيه؟ نطلع الفالنس إلكترونز. الفالنس إلكترونز للسي كام؟ 4، وللإتش 4. نجمع التو فالنس إلكترونز طلعوا لي كام؟ 8 فالنس إلكترونز. تعال نوزعهم بقى حوالين إيه؟ أو نرسم الاستراكشر عندي. هتلاقي ده السنترال أتوم سي، وعندي هنا اهوت ايه 1 2 3 4، يبقى وزعنا ال 8 الكترونز. طب تعالوا الشكل ده بقى عباره عن ايه؟ اللي هو سي اتش 4 الشكل ده، يبقى عندي السنترال اتوم وحواليها ايه؟ اتومز 4. يبقى هناك ايه؟ نرجع للجدول ونشوف التايب عند الاي بي 4. لو رجعنا للجدول وشفنا الاي بي 4 اللي هو المولوكولار تايب، ادي الاي بي 4 عندي هنا اهوت بيسموها تتراهيدرال. البوند انجل 109، الهايبريدايزيشن اللي هي اس بي 3، ونون بولر. يبقى قدرنا نعرف ايه الحاجات اللي ممكن يسالني عليها. تعال ناخد اكزامبل تاني. ممكن يجي لي هنا هو كومباوند زي ده اللي هو سي اتش 3 سي ال. في حاجه بسيطه مختلفه شويه في الاي بي 4. تعال اول حاجه بنحله ازاي؟ زي احنا طريقتنا المعتاده، مفيش اي حاجه اختلاف خالص. اهو ادي الانسر. اول حاجه هرسم لويس استراكشر واجيب الفالنس الكترونز للسي والاتش والسي ال. اول حاجه طبعا بالنسبه للسي كام فالنس الكترونز؟ ايوه سامعكم صح، 4. وكام فالنس الكترونز للاتش؟ 3 فالنس الكترونز. وكام للسي ال؟ 7. يبقى هنجمع كل دول مع بعض عشان نطلع التوتال فالنس الكترونز بالطريقه المعتاده خالص، مش اي حاجه. يطلع لي كام؟ 14 فالنس الكترونز. تعال نبدا ايه نرسم فين السنترال اتوم، هي السي، وحواليها كام؟ ادا 1 اتش 2 3 وادا سي ال. يبقى عندي كام؟ يبقى 4 اتومز حوالين ايه السنترال اتوم، ووزعنا بقيه الالكترونات ال 14 على السي ال. طب تعالوا هنا اهوت، لو جينا نبص هنلاقي ان قلنا ان في سنترال اتوم وحواليها 4 اتومز، يبقى من الجدول ايه الاي بي 4 زي الاكزامبل اللي فات. لو رجعنا للاكزامبل، لو رجعنا للتيبل وجبنا بياناته، هنلاقي ان الشيب او الجيومتري بيسموه تتراهيدرال، البوند انجل 109 درجه، وعندي الهايبريدايزيشن اس بي 3. الفرق بقى اللي جايه دي البولر. لو رجعنا للتيبل هتلاقي ايه؟ نان بولر، بس الكومباوند ده اللي هو سي اتش 3 سي ال بولر. ليه؟ لو جينا نبص هنلاقي ان اهوت الالكترونيجاتيفيتي بتمشي من هنا، ان السي ال اكبر او هاير الكترونيجاتيفيتي من السي والاتش. فاذا لو رجعنا الالكترونيجاتيفيتي في التيبل وشفناها بتمشي ازاي في الجدول الدوري، هتلاقي ان الكلور اكثر الكترونيجاتيفيتي، وفي الحاله ديت هتبقى ايه؟ بولر، بتستقطب الالكترونات اكثر. يبقى انا اهوت ايه؟ الفرق الوحيد في الاي بي 4 هو ده في السي اتش 3 سي ال. نشوف مع بعض تاني نوع تاني اللي هو الاي بي 5. الاي بي 5 ادي السنترال اتوم وحواليها ايه؟ 5 اتومز موجودين حوالين السنترال اتوم. طب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ اهو ادي الشكل عندي.
هذا 3 هذا 1 2 هذا 3 سوري ده 3 عشان نبقى منظمين يعني شويه ودي 4 ودي ايه ال 5 باعتبار ان هم ايه ادي 3 حواليها بيدوروا حواليها كده بالشكل ده لو بكون الانجل عندي 120 120 120 120 من دول وديت مع ديت زاويه قائمه اللي هي بتبقى 90 درجه ده هي مع ده هي الزاويه اللي بينهم ده هي تبقى ايه 90 درجه والثلاثه اللي حوالين بعض دهم عددهم كام 120 درجه اجمالي 360 درجه دي بيسموها ايه بيسموها كده تراجونال باي بيراميدال ادي التراجونال ادي 1 2 3 3 اللي حوالين بعض بيسموهم تراجونال اللي حوالين السنترال اتوم واللي فوق ده اهي وده اهيت اللي هي الايه الباي بيراميدال طب تعال نشوف اكزامبل عندي اكزامبل اللي هو البي سي ال 5 ادي البي ادي السنترال اتوم وحواليها كام 1 2 3 4 5 خمسه اتومز حوالين ايه السنترال اتوم طب تعال ناخد اكزامبل لو جالي مثلا سؤال وقال لي ايه بقول لي what is the hybridization of BF5 with the structure وطالب لي البولاريتي طالب لي بقى ايه الجيومتري طالب لي البولاريتي طالب لي البوند انجل اول حاجه بنعملها بالطريقه المعتاده خلاص العمليه بقت سهله واعتقد ممكن تحلوها مفيش مشكله ممكن تكملوا من غير ما اشرح يعني اسيبها لكم ولا لا نكمل مش مشكلة. الانسر عندي اول حاجة هرسم لويس استراكشر هطلع الفالنس الكترونز للبي كام 5 فالنس الكترونز وعندي كمان 35 بالنسبة للاف التوتال فالنس الكترونز كام 40 فالنس الكترونز تعال نرسمهم يبقى رسمنا السنترال اتوم البي وحواليها الفايف اتومز وزعنا الاربعين الكترونز على الذرات ايه الخارجيه اللي مش طبعا مش السنترال اتوم وطلعنا الكود لها عندي ان البي اف 5 هي ايه الاي بي 5 نرجع للجدول اللي احنا عارفينه هنلاقي ايه ان الجدول طبعا مش شرط بقى ارجع للجدول اعتقد انتوا طبعتوه وخليتوه قدامكم عشان كل واحد ايه ما يقعدش يرجع ليه نعمل له برينت يا جماعه نعمل له برينت ونخلي قدام الشيب عندي او الجيومتري اللي بيسموها تراجونال باي بيراميدال البوند انجل 120 90 الهايبريدايزيشن اس بي 3 دي البولر نان بولر سهله ما فيهاش اي حاجه